من كوفنتري ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. أهلا بك أستاذ رامي. هذا الهدوء الحذر يعني هل يعني بالضرورة برأيك نهاية هذه الاشتباكات؟ نأمل مساء الخير، نأمل أن لا تراق الدماء، ولكن الواقع الآن أن قوات سوريا الديمقراطية أيضا سيطرت قبل قليل على بلدة الشحيل وتجري في بعض مناطقها عملية تمشيط، يعني السيطرة كاملة الآن على المقصيرة على الشحيل. على ما يبدو أن زيبان ستكون المنطقة الأخيرة والتي يجري مفاوضات فيها ويوجد فيها عدد من المسلحين المحليين، وأيضا حقيقة الأمر دعينا نتحدث بواقعية بأن هناك من ضفة الفرات الأخرى من يريد تغذية هذه الاشتباكات ويحولها من قضية اشتباكات ما بين مسلحين محليين كانت الشرارة هي أبو خولة الذي اعتقل إلى قضية عرب وأكراد، وهنا فشلت هذه المحاولات فشل سريع بعد لقاء أمس بعض شيوخ العشائر وقيادات قوات سوريا الديمقراطية ومركز سوريا الديمقراطية مع الخارجية الأمريكية ومع القوات الأمريكية في الحسكة. طيب ما يجري الآن أيضا في ريف الحسكة وفي منبج، هل يمكن ربطه بدير الزور؟ في إشعال، محاولة إشعال حقيقة الأمر لتحويل الأمر إلى فتنة عربية كردية. مقاتلي الجيش الوطني فجأة نراهم يقولون مقاتلي العشائر، وهم معروفون بالصور من هم وإلى أي فصيل ينتمون. يعني على سبيل المثال اليوم كان هناك هجوم على ريف الحسكة قتل فيه 11 مقاتلا من الجيش الوطني وخمس عناصر من قوات النظام لم يلقوا أي عنصر من قصر. أيضا كان هناك هجوم في ريف الرقة في ريف منبش، أي أن الهجمات هي مستمرة. إطحان كلمة عشائر ولكن الأمر سوريا تحولت إلى عشائر وغير عشائر، الأمر أعتقد الآن بات فاشلا فشل سريع، وخصوصا بعد ظهور شيوخ العشائر من ذات العشيرة يتحدثون بالمقلب الآخر بعكس ما يريده البعض من إثارة الفتنة في هذه المناطق. شاهدنا أمس أحد شيوخ العشائر في ضفة الفرات الغربية وهو نواف البشير قال بأن هناك مشروع لإقامة كوريدور من دير الزور مرورا بسويداء بدرعا الى تل ابيب، يعني ثقافه تحدثوا بها من اجل الحق يعني اثاره الفتن في تلك المنطقه، ولكن اعتقد الان الامور تسير نحو الهدوء ولا يوجد خسائر بشريه وهذا مهم جدا، ولا يوجد تنكيل بالمدنيين، ونامل ان تعود الامور الى ما كانت عليه، بل على الاكثر من ذلك ان تسلم دير الزور الى ابنائها ليكون هناك القيادات الحكيمه من ابناء دير الزور تدير تلك المنطقه. طيب بالنسبة للقصف المكثف اليوم والاشتباكات أيضا على الحدود السورية التركية، بأي إطار يمكن وضعه؟ يعني جبهة النصرة فجأة حركت كل الجبهات، قتلت 16 جنديا من قوات النظام في اللاذقية، أيضا قتلت 5 جنود في ريف حلب، قتلت جنديين في ريف إدلب الجنوبي. فجأة رأينا أن الحرب وكأنها قامت من جديد. من يحرك ولماذا؟ لكي يشغلون عن مظاهرات السويداء، كل شيء ورد، ولكن هذا الواقع لا مبرر آخر لتحريك هذه الجبهات إن لم يكن هناك المراد إشغال الرأي العام عن أمور أخرى تجري داخل الأراضي السورية. شكرا جزيلا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.